يعني مرحلة التوعية كانت كل مرحلة كان ليها التوعية بتاعتها. ايه ده؟ تتجننتي تقولي كده ازاي؟ وعيب؟ مفيش كلام ده. لو اكتفى بكده وسكت يبقى كده خلاص كفاية عليه لحد دلوقتي. هو ايه اللي حرام وايه اللي حلال؟ انت اهتميتي ان في مشكلة بنواجهها في مجتمعاتنا العربية، ان احنا مش بنوعي ولادنا في هذا المجال، ده من منطلق العيب. هل انت كنت حريصة مع كل بنت من البنات في سن معين في وقت معين تفهم ايه الدنيا فيها، ايه اللي بيحصل، ايه اللي المفروض اللي هتمر بيه على مدار فترات حياتها القادمة، ولا سبت الامور لظروفها؟ لا طبعا، الإجابة الأولى طبعا. أولا يعني مرحلة التوعية كانت كل مرحلة كان ليها التوعية بتاعتها ونفعت نفعت ونفعت طبعا، يعني اتطبقت ونفعت. الحاجة التانية إنه في حوار مفتوح طول الوقت من أول ما اتولدوا لحد النهاردة، مفيش خطوط حمراء في الحوار ما بيننا، مفيش صناديق مقفولة ممنوع تتفتح، مفيش ايه ده تتجننتي تقولي كده ازاي وعيب، مفيش كلام ده خلاص. لانه في السيكولوجي بيقول لك انه الطفل لما بيسال سؤال يبقى مستعد لتلقي اجابته، والقاعده الثانيه انك انت تدي له اجابه السؤال بالتدريج. فهو لو اكتفيت بالسؤال بالبيزك انسر، يعني الاجابه الاساسيه، وهو طلب او سال سؤال اعلى شويه يبقى هو مستعد للاجابه الاعلى، يعلى شويه معاك اعلى معاه. لو اكتفى بكده وسكت يبقى كده خلاص كفايه عليه لحد دلوقتي. ففي شويه قواعد كده لما تتطبق بتريح. وده نفعني ان هم لما راحوا يدرسوا في كندا وكانوا هم اتنقلوا يعني ايام الثوره في 2011، والمدارس كان هنا بدات المدرسين يسافروا الاجانب وكده، فاتنقلوا هناك. فلما هناك طبعا المدارس مفتوحه جدا، بيفتحوا المواضيع دي على مصراعيها، ما كانش عندهم ازمه. ان هم كانوا بييجوا يقولوا لي مامي قالوا كده في المدرسه، هو ايه اللي صح وايه اللي غلط، هو ايه اللي حرام وايه اللي حلال. فبدانا نصلح المفاهيم وبداوا خلاص الدنيا بقت سلسه. يعني انت ما تعملي بتطبقيه في البيت 100%؟ ده اساس. هل من تصريحات دكتور هبه قطب في تصريح قلتيه ندمتي عليه، او حسيتي ان محدش هيفهم انا قصدي ايه، او محدش فهم انا قصدي ايه وما كانش لازم ان انا اقوله اطلاقا خالص؟ لان انا عندي حته اللي هو البوز ما بين اللي انا عايز اقوله واللي اقوله، يعني بيعدي كده على فلتر. مفيش حاجه بالذات اعلاميا بقولها، حتى على السوشيال ميديا مفيش حاجه بقولها ما فكرتش ان انا اقولها ولا لا.